بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن كيف يحدث البرق. البرق يحدث على مراحل. لقد تبين للعلماء أن البرق يحدث على مراحل متعددة، أي أعلى على أطوار، أهمها طور المرور وطور الرجوع. لقد تمكن العلماء يقينا من تصوير هذه الأطوار وإيقنوا أن البرق ينزل من القيمة ثم يرجع إليها، والله أعلم.